السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي المشروع اللي احنا شغالين فيه الكتابة بتاعت الغرف كلها أول حرف كابيتال والباقي سمول. طيب فقال لأ أنا عايز كله كابيتال، وده حصل حقيقي، يعني بتكلم حاجة حصل حقيقي. فإن أنت تدخل بقى اسم اسم تقعد تعدل فيها ياخد منك وقت، فلذلك عملت داينامو سريع. هشغل دلوقتي، يا إما تشغل الداينامو وتختار الملف وتقول له ران، أو تقول له داينامو بلاير وتختار الملف اللي أنت عايزه وتقول له ران، هو يجري بيه على طول. طيب هو هنا شايف فولدر معين، لو انا عايز اعرف ايه الفولدر ده هقول له ايه فيو كارنت فولدر، فيفتح لي الفولدر اللي هو شايف الملفات ديت. تمام. طيب لما اقول له انا عايز اشوف الملف اللي انا عايزه موجود في مكان تاني واختار المكان اللي انا عايزه، او ان الملف اللي انا عايزه للفولدر ده، يعني عندي طريقتين. المهم ان هو هنا بيشوف فولدر معين اللي هو الفولدر دوت. لو دوست على التاني زرار بيقول لك هو بيشوف اي فولدر في فيو كارنت فولدر، لو ده بتغير الفولدر اللي هو عايزه. فانا عندي الملف فين موجود اهوت، ممكن اخده كوبي واروح ارميه في الملف دوت، يبدأ يظهر معايا هنا. اقول له ريفريش ولا يظهر معايا اهي تكست ابر كيس روم تيك روم تيك. طيب نيجي بقى هنا واقول له ايه، كل انا اقول له بقول له رن، دخل في الروم كلها وعدلها وخليها ابر كيس. تمام. ده بيوفر لي وقت كتير قوي، ولو انت حابب ان انت تشوف ايه اللي مطلوب منه فبتلاقي ان هو بياخد الروم الكاتيجوري يبدأ يخليها. ممكن بدل الروم دي تخليها مثلا اسامي الابواب، اسامي الشبابيك، زي ما انت عايز. لو انت عايز تشوف الداينامو بتدوس هنا اديت ان داينامو وتعدل فيه. انا هسيب لكم الرابط بتاع الملف دوت اسفل الفيديو بدل ما تعملوه تاني. ده الكود او البرمجه بتاعتها. الكاتيجوري بيقول له روم، بقول له هات لي كل الروم اللي موجوده. طب ايه الخاصيه اللي انا عايز اغيرها في الروم؟ النيم. بعد كده النيم ديت هتقول له خليها لي ابر كيس. تمام. سترينج تو ابر، طبعا ممكن بدل سترينج تو ابر دي تخليها اللي تبقى كلها حروف صغيره وهكذا، يعني سترينج وتو لور. تمام. ف دي الفكره، معاك الداينامو تقدر تعدل فيه، تقدر تخليه للابواب للشبابيك زي ما انت عايز. دي فايدة ان انت بتشتغل في الاوبن سورس. وما كانت بدك تاكلش عيش بس ربنا بيوفق.